يا مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو اخبار جديد معكم اياد. شارك كل من عبد الله وعبد العزيز من سعودي ريبورترز ستوريهات وصور حزينه تجمعهم بقطهم لاين، واعلنوا عن وفاته. فعبد الله كتب: مع السلامه يا رفيقي، لن انساك، ساعدتني امر باصعب ظروفي. أما ماريانا فشكرت طبنجة على المفاجأة اللي عمل لها إياها مؤخرا بمناسبة عيد ميلادها، وشكرت أختها كريستين وكل متابعينها من خلال هالستوريهات. هلأ كنت عم باخذ بريك بكافيين، ففتحت اليوتيوب وحضرت الفيديو اللي نزله طبنجة اليوم على قناته، هنا هو بيحتفل فيني. صراحة كتير أثر فيني الفيديو، كتير كتير أنا كتير بحبكم. بدي أقول عن جد مرة تانية شكراً لطبنجة، مو لأنه احتفل فيني، لأنه قدم محبة، قدم حنية. أما أصالة فتخطت حاجز 4 مليون متابع على إنستغرام، فألف مبروك لأصالة. وأنس وبيسان فاعتذروا من الجمهور عن الانقطاع عن التنزيل على إنستغرام، وذكروا أن السبب انشغالهم بتصوير فيديوهات كثيرة رح تكون على يوتيوب، وأيضا تحدثوا عن الأغنية الجديدة خف علينا. صراحة نص الفانزات زعلانين مني ومن أنس لأنه ما عم نصور يوميا، فترة طويلة ما طلعنا ستوريات، والله تعب فيديوهات، بس وعد والله العظيم اليوم نار حلو. حبابي اللي تغير علينا أنه صرنا نصور باليوم 20 فيديو. طيب اسمعوا علي، والله 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 الأغنية رح تنزل قريبا كثير، صح بسان؟ خف علينا، والله والله رح تنزل، سام رح تنزل، حسام رح تنزل، ماما رح تنزل. أما جواني فشارك هالستوريهات على إنستغرام حيث بيّن للجمهور أنه متواجد ببار وأنه عم يشرب وهو سكران، فصعد ووضح أنه مجرد فيديو كليب فقط بهالستوريهات. في بعض من الرسائل: أنت سكران، عم تقلد محمد رمضان، أنت بنت كلاب، يا حيف عليك يا جواني. طيب وين الغلط إذا قلت محمد رمضان؟ يا جماعة عملنا هالمرة شيء مميز. طيب وين الغلط؟ وين إذا أنا قلدته؟ وين؟ كمان راح احط لكم اول تاريخ لاول كليب اللي هو انا صلي يا جماعه بوعدكم فيه، كملت اليوم منه لقطات راح نزلهم قريبا، كونوا جاهزين، بحبكم بحبكم بحبكم. اما نور مار فشارك ستوري علق فيه عن المشاكل اللي صارت مؤخرا بينه وبين يارا من بعد خروجها من الفريق، واللي شافوا البعض قصف لا يارا. مشان موضوع المشاكل يا جماعه اللي راحت، المشاكل اللي صارت، انا ابن اصل وما بنكر العشرة السنة ونص هي على الفاضي، بس رح يجي وقت ورح خبركم كل شيء صار، وكل شيء صار مع اثباتات وكل شيء. بس على كل حال نحن مستمرين وما فينا شيء، ورح تشوفوا مفاجآت ومحتوى واشياء متطورة اكثر من اول ب 600,000 مرة. بس يعني I'm bad boy. الناس اللي عم تسألني انه ايمتى تخبرنا القصة والمشكلة وهيك، يا جماعة خلوني اخلص سفرتي وشغلي وتصوير وحركاتي وفيديوهاتي لكم، وبعدين بخبركم الاشياء التافهه اللي صارت والشغلات الفاضيه بالنسبه لي. واخيرا ناريون بيوتي ففاجات المتابعين بلوك جديد كان لون شعرها باللون الاحمر، حيث كانت عم تخفيه من فتره، وعلقت شيرين ب واو، ورغدة اي لوف ات. وهون نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات عشان توصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول.